والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجمرات، يرميهم الناس كما يرمى ترمى الجمرات الثلاث. فأمثال هؤلاء لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، ولا يحسن وصفهم لا بالليبراليين ولا بعلمانيين ولا بغيرهم، هم يريدون هذا. هؤلاء يقال في حقهم إنهم زنادقة، وإنهم خرجوا من ربقة الإسلام إن كانوا قد دخلوا فيه أصلا. ولا ينبغي أن يتردد أحد في أن يحكم عليهم بالكفر، لأن هذا ليس مما يدخله الاحتمال. نعم. إذا كتب ثم كتب ثم كتب ما هو ظاهر بين أنه منازعة لله في ألوهيته أو منازعة للنبي في نبوته، هذا بخير، فلم يبقى شيء يمكن من خلاله أن نجد له عذرا. والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجمرات، يرميهم الناس كما يرمى ترمى الجمرات الثلاث. في كاتب سعودي ليبرالي يقول إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، وإن الله سبحانه وتعالى مسكين. فهل لما تأخذ هذه الجمل اللي أنت قرأتها مسكين أنت يا الله، ولا مثلا الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، أو كلها منزوعة من سياقها، وكلها أولا على لسان أبطال، وكلها أولا على لسان أبطال، وكلها أولا على لسان أبطال، وكلها تساؤلات مثلا؟ بالله لدرجة أنت تستحقر عقولنا؟ أنا لا أنتمي لأي مذهب، أنا قرآنية دائما أقول لهم كذا، ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة، ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة، معليش اسمحوا لي. أيضا يقول الانتحار أمر طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حاول الانتحار بعد جفاف الوحي، وينسبون هذا إلى صحيح البخاري. بمناسبة دكتور، بعض هؤلاء أوقح من الكفار، بعض هؤلاء السعوديين أوقح من الكفار. والآن لو تلاحظ عندنا جامعات كثيرة يعني تكلفة الدوائر التلفزيونية هذه ترى تكلفة باهظة. إذن هذه دعوة أخرى أستاذ جنان. أيوة دعوة أخرى أن القاعات يا أخي تفصل، والدكتور أو الدكتورة يقف هناك في تفصل، ويكون الطلاب والطالبات كلهم يسمعونه. يعني ما هي المشكلة؟ ولا أخفي أنا لا اعترافي لا بالفن ولا بالموسيقى ولا بالمسرح ولا بالسينما ولا حتى الاختلاط. السلام عليكم. ودري اليوم نتكلم عن حياة الليبرالي عندنا في السعودية. ايش عنده؟ عنده حاجتين. الحاجة الأولى المرأة، يتكلم عن المرأة وأغراضها كذا، عبايتها، نقابها، ولايتها. تسأل يعني هو ايش؟ يبي يحرر المرأة بأي طريقة. تسأل ليش تسوي كذا؟ يقول يا أخي اللي بيتم احنا مكبوتين، نبغى نتطور نفس العالم. ما له دخل الاختلاط والتحرر والهيصة اللي تبيها أنت أنها تخليك متطور. العراق، سوريا عندهم نفس الهيصة اللي تبغاها وما تطوروا. الشيء الثاني عند الليبرالي السعودي يكره مطوع ويسبه، يعني عادي يسب مطوع بطريقة مباشرة أو يجلس عند ناس طبيعيين ويشوه صورة مطوع، يعني كره. ويجيك يقول لا تقدس المطوع، يا ثور ما قدسته، أنا قاعد أحترمه لأنه صاحب علم وأنت تشوفه تقديس لأنك تكرهه بس. والليبرالي هذا أكثر شخص يطالب بحرية الرأي والرأي الآخر وهو ما يطبقها، بس كي يطالب فيها بس. أوكي، يعني أنت قلت رأي عكس رأي، مفروض أنه يحترمه بحكم أنه يطالب بحرية الرأي والرأي الآخر،
لا يسبك ويطالب بالتعايش مع جميع أصناف المجتمع. قلت رايعك سرايا مفروض انه يتعايش معك، لا يصنفك مستشرف داعشي. ليه؟ استهبال. برالي هذا يشغلك بالموسيقى، الموسيقى تطهير للقلب، ديتول موسيقى تطهير القلب وتدعي للسلام، واكثر واحد نفس واكثر واحد يتهاوش مع العالم الليبرالي. ولازم الليبرالي يغير جملة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كذا، يغلفها لك ويسميها وصايا. يا اخي لا تصير وصي على الناس ومالك دخل، تراك تتحاسب بحالك. يا ثور هذا دين، يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر واجب. اكثر شيء ممكن ينزعج منه الليبرالي لما يشوف بنت متسترة كذا لابسة نقاب، اوف وش ده، انزعي هذا النقاب اللعين وتمتعي بحرية الحياة، مسجونة مو لابسة نقاب. بعد الحين مين الوصي؟ مين المتخلف؟ وش دخلك في نقابة؟ ختاما يعني انا احس الليبرالية صايرة موضة كذا، احس الناس ماخذينها ببرستيج. بعدين تبي تحشر اي ليبرالي يقعد يقول لك المرأة ولازم ننصف المرأة، قل تطبق الكلام ذا ببيتك. بيقول لا مو للدرجة دي، بس يعني انا صاحب قضية، انت صاحب تبن. ربما مع الأسف كثيرا ممن ينظر إليهم على أنهم مثقفون وأنهم أصحاب رؤية واعية وراقية ومتحررون يعانون من هذه المشكلة الكبيرة مع المرأة. كثيرات يشتكين من أن كثيرين منهم ربما يريد أن ينام معها، يريد أن ينام معها، يريد أن يصاحبها، يريد أن يصادقها، ولكنه يفاجئها يوما ما بأنه لا يستطيع أن يتزوجها لأنه لا يريد أن يتزوج امرأة متحررة. وهو نفسه ربما في كتاباته، ربما في رؤيته، وفي حديثه، وحتى في ظهور الإعلامي، كلهم يتحدثون عن حقوق المرأة وتحرر المرأة.